السلام عليكم. بنقاط التفتيش والسيارات المسلحة التي تجوب الشوارع مخلفة الذعر والغبار، غلبوا صنعاء بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والتشويش على الفضاء المعلوماتي، حجبوا صنعاء بالقيود والحدود والطرقات المسدودة والانقلاب والاجتياح، عزلوا صنعاء بالسوق السوداء والليالي المظلمة وسلطة قمع وظلم وظلمات بعضها فوق بعض. تغرق المدينة المحروسة بجبل يدعى غيمان فأصبحت ملبدة بالغيوم، والسماء الحزينة في مدينة تعج بالسجون السرية أصبحت بلا نجوم. تتعب السرديات الحزينة وهي تحصي أحزان صنعاء التي لا تعد ولا تحصى، كتلك الجثامين التي سقطت في الأيام الفائتة دون ما إحصائيات محددة لعددها. بينما تستيقظ المدينة على يوميات القمع والمنع كما لو أنها طهران أيام القبضة الخمينية الفاشية التي حولت عاصمة الشعب من وطن مفتوح ومتنوع إلى حوزة مغلقة ومغلفة بالحرس الثوري. فهل أصبحت صنعاء مدينة مغلقة ومحجوبة تنتظر المفاتيح القادمة من وراء الجبال؟ وهل أصبح الضمير الدولي والمدني معطوبا تجاه المأساة الإنسانية والقمع في يوميات المدينة المخنوقة؟ مشاهدينا الكرام، حول صنعاء مدينة مغلقة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. صنعاء مدينة مغلقة، هكذا تبدو المدينة المكبلة بأغلال الماضي الذي يضرب على صنعاء قيودا من انقلاب وقيودا من سلالة وسوق سوداء، بل وليال سوداء في مدينة يسمى أشهر جبالها غيمان، فيما تبدو مدينة بلا غيوم وبلا وسائل تواصل اجتماعي أو حتى تواصل إنساني. يقول متابعون إن المدينة تعيش أسوأ لحظاتها على الإطلاق، اعتقالات وإعدامات ومصادرة للممتلكات وقمع لمجرد المشاعر، ووصول الأمر إلى حد اختطاف النساء في مسلك ينسف ما تبقى من أعراف يمانية وقوانين من قبل جماعات لديها إرث فكري هادم للأعراف والقوانين. دعوة الصماط التي حملت ترهيبا للموظفين في صنعاء تجسيد لحال الميليشيا التي ترتدي رداء الدولة، بينما يقبع نحو 13 وزيرا في حكومة الانقلاب تحت الإقامة الجبرية على ذات الطريقة التي وضعت فيها الميليشيا حكومة السلم والشراكة. حجب المواقع وعزل البلاد عن الفضاء المعلوماتي المسلك الجديد لميليشيا الحوثي التي تنتهج سياسة الإغراق والعزلة. يقول مراقبون إن حجب المواقع يندرج في إطار تصفية الشهود من مسرح الجريمة، بينما لا تبدي الحكومة الشرعية أي جديد بخصوص نقل الاتصالات وإنشاء بنية معلوماتية. الإجراءات التي تتم في صنعاء ليست بمعزل عن تداعيات مقتل صالح، والتي من ضمن تلك التداعيات الخطاب السياسي المتباين داخل حزب المؤتمر ذاته، وآخرها البيان السياسي الذي خلق استياء واسعا جراء المضامين الهزيلة التي احتواها. قيادات حزب المؤتمر في الخارج هي الأخرى لم تبدي حراكا سياسيا فعالا ومحوريا يواكب اللحظة التي تعيشها صنعاء واليمن بشكل عام، ولم تتبنى خطابا موجها للجهات الإنسانية بخصوص التنكيل الذي يتعرض له أعضاء وكوادر المؤتمر. لا إدانات دولية واضحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تقوم بها ميليشيا الحوثي في صنعاء، ولا صوتا مدنيا واضحا من قبل الفاعلين المدنيين والدوليين باستثناء إدانات بعض المنظمات ومن بينها منظمة بلا قيود ومنظمة سام للحقوق والحريات. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات من فيينا عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ توفيق. بداية، يعني صنعاء باتت مدينة خائفة معزولة عن العالم، وهناك آلة ترهيب وقمع تمارس ضد المدنيين، كيف تتابع هذه الأحداث وتداعياتها على المستوى المحلي والدولي؟ نحن كمنظمة، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أترحم على كافة الشهداء الذين سقطوا في العاصمة صنعاء جراء الاقتتال الأخير. وأود أن أبين أننا في منظمة سام منذ اللحظات الأولى للاقتتال بين قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي، أصدرنا بيانا
تضمن دعوة المجتمع الدولي لإنقاذ العاصمة صنعاء من وضع إنساني خطير ومروع، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ولقانون الحرب. رصدنا خلال المواجهات إجبار السكان على ترك منازلهم لصالح القناصة، أيضا امتناع أو رأينا استخدام يعني المساجد والمنارات للقمع، رأينا القطر العشوائي لكل من يتحرك خاصة في مناطق الاشتباكات. رصدنا كل هذه الأمور وطلبنا المجتمع الدولي أن يتحرك. نعم. ثم بعد ذلك أصدرنا بيانا، ثم أصدرنا بعد ذلك بعد مقتل صالح، وبدأنا برصد تداعيات مقتل الرئيس السابق، ثم أصدرنا بيانا صحفيا بينا للمواطنين وسائل التواصل مع منظمة سام. نعم. ومن ضمنها رقم واتس أب اللي هو 0414-7792-28-6-4-5. ودعينا كل المواطنين، وما زلت استغل قناة بلقيس. نعم. أيضا ليدعو المواطنين داخل عاصمة صنعاء وخارجها لأن يتفاعلوا مع هذه المنافذ وتقديم شكاواهم والإبلاغ عن كل انتهاكات. واستطعنا خلال الفترة الماضية أن نرصد مجموعة من الانتهاكات التي تستطيع أن تسميها بانتهاكات مروعة، تتصف هذه الانتهاكات بأنها انتهاكات ممنهجة تأتي من أعلى إلى أسفل. نعم. وأيضا تتسم بأنها انتهاكات استئصالية جذرية. لاحظنا بأن هنالك وأنها جماعية، رصدنا اعتقالات بالجملة وأن المعتقلين أخذوا بشاحنات كبيرة وتم توزيعهم على سجون صنعاء وبعضهم خارج سجون صنعاء. هناك اعتقال جماعي لطاقم قناة اليمن اليوم عددهم تقريبا 40 ما بين فني وصحفي وإعلاني، وهناك أخبار تواردت إلينا بنية الميليشيات على إجبارهم العودة للعمل في القناة تحت سياسة الجماعة أو نقلهم إلى صنعاء. رصدنا عملية انتهاك لاعتقالات للجرحى من داخل المستشفيات، هنالك ايضا تصفيات جماعيه. نعم. هنالك تستطيع ان تقول تفتيش للبيوت بدقه، خاصه المربعات التي كانت تحت سيطره الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وايضا رصدنا هنالك تداعيات اخرى في مدينه المحويت من ضمنها محاوله اعتقال الاسرى والاخذهم. اليوم رصدنا في الحديده اول عمليه اغتيال أو قتل لأحد أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأيضا بدأت أو عادت إلى المشهد بقوة سياسة الرهائن. نعم. خاصة في محافظة حجة ومحافظة عمران، بالإضافة إلى تفجير البيوت. أضيف إلى ذلك أن اليوم قطع وسائل الاتصالات أو حد صنعاء عن العالم الخارجي زادت المعاناة أو يثير قلق. نعم. زادت الأمر سوءا. نعم. طيب استاذ توفيق، يعني انتم يعني بالدعوه التي تم اطلاقها منظمه سام من اجل تسجيل هذه البلاغات يعني عبر عدد من الطرق، هل يعكس يعني مدى ما وصلت اليه الامر من صعوبه؟ يعني خاصه ان الدعوه مثلا يعني خلال اليومين السابقين كانت في لتوثيق الجرائم، الان مع سياسه الحجب واغلاق العاصمه، هل ستتمكنون يعني من الرصد؟ وهل سيستطيع عبر الطرق التي وضعتموها سيستطيع من يريد أن يقدم شكوى تقديمها بطرق أخرى؟ طبعا هذه المنافذ نحن نسعى إلى كسر حاجز الخوف لدى المواطنين، وبالتالي أن نكون نحن والعالم الخارجي أمام المشهد الحقوقي والكارثي في صنعاء أول بأول. طبعا نحن في منظمة سام لدينا أكثر من وسيلة، لدينا أكثر من وسائل اتصال سواء داخل عاصمة صنعاء وعلى أطراف العاصمة صنعاء وفي المحافظات الأخرى. اليوم لا يمكن لأي جماعة أو لأي دولة أو لأي مؤسسة أنها تحجب ما يدور داخل صنعاء، لكن نحن نعتقد أن هذه الوسائل أو هذه المنافذ ستشجع المواطنين سواء من الرجال أو من النساء على كسر حاجز الخوف، وبالتالي الحديث عما ينتهك أو عما يدور داخل صنعاء. نحن اليوم أصدرنا بياننا الأول، ونعتقد بأننا قد نصدر في القريب العاجل بيان آخر
بصورة أكثر وثوقية وبصورة أكثر دقة. نحن الآن نحقق في وقائع متعلقة بأسماء، نحن الآن نحقق في وقائع متعلقة بانتهاكات قتل خارج القانون، مداهمة بيوت، نهب ممتلكات إلى غير ذلك. واليوم كان لدينا اتصال مع بعض المنظمات الدولية، وجدنا أن هنالك لديهم نفس الإشكالية، حتى راصديهم حتى مصادرهم في الداخل اليوم أصبحت تعيش حالة رعب، ورعب لم تشهدها اليمن من قبل. وبالتالي اليوم نحن نقول بكل وضوح بأن ميليشيات الحوثي اليوم كسلطة أمر واقع في صنعاء هي مسؤولية أو مسؤولة مسؤولية كاملة عما يحدث، سواء للمدنيين من المنتمين للمؤتمر الشعبي العام أو من غير المنتمين للمؤتمر الشعبي العام، لأن اليوم ما يحدث أمر خارج إطار المعقولية وخارج إطار القانون وخارج إطار العرف الدولي والإنساني والشرعي في داخل اليمن. وبالتالي على المجتمع الدولي، وأعتقد أن لديه وسائل أخرى، قادر أن يضغط. اليوم الجماعة استغلت الظرف الدولي والظرف الإقليمي بعد صدور قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والتهاء العالم بهذا القرار، استغلت هذا الوضع لتغلق صنعاء إلكترونيا وتبدأ بمداهمات وباعتقالات وبانتهاكات تفوق الخيال، قد نكشف عنها في تقاريرنا القادمة. نعم، سأعود إليك في مسألة التحقيقات أستاذ توفيق، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد علي السراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا بك. كسياسيون أستاذ علي، يعني كيف تتابعون تطورات المشهد، خصوصا يعني ما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام، الضرورات التي تفرضها المرحلة على ما تبقى من قياداته؟ طبعا المؤتمر الشعبي كان قد انقسم بين جناحين، جناح علي صالح الذي بقى في صنعاء وتحالف مع الحوثيين، وجناح الرئيس عبد ربه ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر. وطبعا الان اذا كان هناك يعني اراده لدى الذين كانوا في تيار علي عبد الله صالح في ان يتخلصوا فعلا من سيطره الحوثيين، عليهم ان يلتحقوا بالمؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية. لأنهم لا يستطيعون أن يتشرطوا بعد الذي جرى، وبعد هذا التحالف الذي ربطهم بالحوثيين، وبعد ثلاث سنوات من الدمار والحرب، ليس من حقهم أن يتشرطوا وجود قيادة أو أن ترتبط المقاومة بهم. السبيل الوحيد أمامهم هو أن يلتحقوا بالمؤتمر الشعبي المؤيد للشرعية، وسيكون مرحب بهم وسيكون جزء في هذه الحالة من تحالف وطني عريض يقود جماهير الشعب اليمني من أجل إسقاط الحكم العنصري الطائفي في صنعاء. نعم، بالتأكيد أستاذ علي أنك استمعت لبيان المؤتمر الذي ألقاه عادل الشجاع، يعني هناك من يقول أن البيان لم يكن بمستوى الحدث التاريخي، هناك يعني إصرار على أنه يعني عدم الاعتراف بالشرعية، يعني أن الأمر ربما سيبقى على ما هو عليه، كيف تقيم ما جاء في البيان؟ أنا أعتقد أن هذا تصرف غير مسؤول، وبيان يخلو تماما من أي قدر من المسؤولية، لأنهم إذا كانوا جادين فعلا في الوقوف ضد الانقلاب الحوثي، ضد السيطرة الحوثية، فليس أمامهم من سبيل آخر سوى أن يستعيدوا علاقتهم بالمؤتمر المؤيد للشرعية وأن يكونوا جزء منه. لا أعتقد بأن أحد يمكن أن يثق بهم ويدعمهم ويثور الى جانبهم. كان وجود علي عبد الله صالح سبب يسبب ارباكا خطيرا في المشهد السياسي، لان جماهير الشعب التي لديها الرغبه في ان تثور وتقاوم السيطره الحوثيه لم تكن تثق بالرجل، ولا تثق بتياره، ولا تثق بانه يمكن ان تسلم قيادها له
مرة أخرى. ولهذا أقول إنه إذا فكروا أن يشكلوا مركز ثالث على أساس إنه يعني لهم حق مطلق في السيطرة على البلد، فهذا يعني نحن نعرف تماما إنه لا مستقبل لهم على الإطلاق. لأنهم خصوصا ربما أستاذ علي يعني على ماذا يتم الرهان يعني في نهاية الأمر لم يعد لديهم ما يعني يراهن به. أود أن أسألك يعني 13 وزير تحت الإقامة الجبرية، كبار قيادة المؤتمر تحت الإقامة الجبرية، يتم تصفية البعض منهم حسب ما وردنا، ربما أيضا تحدث الأستاذ توفيق عن يعني أول تصفيات التي حدثت في الحديدة عيانا بيانا، هل يمكن أن يعني يخرج المؤتمر وهو تحت هذه القيادة الإقامة الجبرية تحت يعني طائلة المساءلة والاختطاف، هل يمكن أن يقدموا شيء أو هل ننتظر منهم شيء وهم بالداخل، خاصة أنهم يعني الأسماء التي ربما يعني كان يعول عليها المؤتمر كثيرا؟ لو كانوا قادرين على أن يفعلوا شيء لكانوا فعلوا. نعم. لو كان فعلا لديهم قوة عسكرية وقوة جماهيرية حقيقية وليس خادعة وزائفة كما كنا نشاهد في الفترة الماضية، لكانوا فعلا حركوا هذه القوة وحموا زعيمهم و يعني حافظوا على أنفسهم. لكن كما هو واضح تماما أنهم يعني عبارة عن وهم كبير. الآن قواهم تخور وكثير من عناصرهم تلتحق بالحوثيين، ومن لا يستطيع أن يأخذ هذا الموقف ليس أمامه من سبيل إلا أن يلتحق بصفوف الشرعية. كيف سيلتحق وهو بالداخل؟ هذا سؤال أستاذ علي، يعني في ظل ما هم محاصرين، في ظل ما هم مختطفين، كيف يستطيع أن يلتحق بالشرعية وهو في الداخل؟ يعني ألا نتوقع أيضا أن يتم إرغامهم على اتخاذ موقف ما أو تصفيتهم إن تم رفض ما يراد لهم؟ عليهم أن يقاوموا إذا كانوا جادين، وإذا كانوا أصحاب موقف وطني عليهم أن يقاوموا. الأحزاب الأخرى موجودة وتقاوم ولم تستسلم، فهم أيضا عليهم نفس الشيء. نعم. إذن أستاذ علي، يعني نحن الآن أمام ميليشيات ترتدي رداء مشوها وتسميه أنه الدولة، هناك أوامر بأن من لن يعني ينضم إلى يعني الدوام ويبدأ بالدوام فهو داعشي، هناك أيضا اختطاف طال النساء، هناك اختطاف للقيادات، ما الذي يمكن أن تتوقع للأيام المقبلة في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل ميليشيا الحوثي؟ أتصور بأن ما يفعله الحوثيين هو أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعتهم وطبيعة نهجهم. في إيران فعلوا الشيء نفسه، فتكوا بحلفائهم ولم يراعوا أي عهد يعني أو اتفاق مع الناس، مع الأطراف الأخرى. هم أيضا سيفعلوا نفس الشيء، ستكون هجمتهم شرسة، ولكن ما من سبيل أمام الآخرين إلا أن يتصدوا لهم وأن يواجهوهم. ونحن في ظل الظروف القائمة في اليمن أستطيع أن أقول أن ظروفنا أفضل، إمكانيتنا أن نقاومهم أفضل في ظل وجود مركز يعني مركز الدولة، وتحت هذا المركز مناطق كثيرة محررة، ثم لدينا حلفاء في المنطقة العربية والبلدان المجاورة لليمن. كل هذا هي عوامل مساعدة من شأنها أن تقوي مقاومتنا وصمودنا في وجه هذه الهجمة الحوثية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ توفيق. ويعني أستاذ توفيق أسألك يعني ذات السؤال، الصومال يدعو موظفي الدولة للاستمرار بعملهم وإلا فهم دواعش، ما هي مخاطر هذا التوجه ضد ما تبقى من موظفي الدولة خصوصا بصنعاء؟ وهذا لم يكن التصريح الأول بالنسبة لجماعة الحوثي، ربما في اليوم الذي قتل فيه صالح ظهر العماد وتحدث بنفس الكيفية أن من سيستمر في مؤسسات الدولة بشكله الطبيعي فهذا هو مع الوطن، غير ذلك فهو خائن. طبعا نهج الإكراه والتخويف هو مدان، وفي نفس الوقت هو يبعث على القلق، خاصة وأننا كمنظمات حقوقية رصدنا خلال الفترة الماضية
أن هنالك خطاب إقصائي وخطاب أيضا فيه شحن تمييزي وعنصري للأسف الشديد، وهذا الخطاب دفع بالكثير من المواطنين ممن يحملون السلاح إلى الاسترخاص الدم والاستهانة بالآخرين ممن يرون أنهم يعارضونهم أو لا يحملون فكرهم، خاصة في ظل غياب دولة ومؤسساتها الحقيقية والقوية وفي ظل الحروب القائمة. وبالتالي نحن نعتقد أن مثل هذا الخطاب هو مخالف أولا للقانون، والأمر الثاني نعتبره أنه خطاب لا مسؤول ويتحمل أي مسؤولية أو أي نتائج على المواطنين في الأيام القابلة، لأنه الخطاب العنصري والخطاب التمييزي والخطاب الإكراهي هذا خطاب محرم ومدان، وهنالك اتفاقيات ونصوص دولية على هذه الجريمة، وهنالك متابعة من قبل الأمم المتحدة سواء على وسائل الإعلام أو على المسؤولين إلى غير ذلك. وبالتالي نعتقد أن هذا الخطاب خاصة وأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، الكلمة الأعلى للبندقية والكلمة الأعلى للميليشيات، فبالتالي نعتقد أن مثل هذا الخطاب يتحمل من صدر منه المسؤولية الكاملة، ونعتقد أن على المجتمع الدولي أيضا أن يتدخل وأن يكون لديه كلمة وموقف قوي من مثل هذه الممارسات. نعم، إذا أستاذ توفيق، يعني هناك حسب المعلومات 13 وزير تحت الإقامة الجبرية، كبار قيادة المؤتمر أيضا، يعني برأيك يعني ما هي توقعاتك لوضعهم الآن؟ هل لديكم أي معلومات عنهم؟ هنالك معلومات أولية، لكن لنا كمنظمات لا يعني نحاول قدر الإمكان أن نجمع بيانات، نحن لا نستطيع أن نصدر بيان معين أو تقرير معين في واقعة معينة ما لم نستكمل شروطها القانونية وأركانها المطلوبة لمثل هذا المطلوبة في التثبت. وبالتالي نعتقد أن اليوم بشكل عام بدون تفاصيل دقيقة نستطيع أن نقول بكل وضوح على جماعة الحوثي أن تجيب على كافة التساؤلات المطروحة على الساحة. هنالك كثير من الأهالي يسألون عن أبنائهم، وبالتالي نحن عندما فتحنا الخط منظمة سام من أجل أن نحصل على أسماء، نحصل على معلومات، نستطيع أن نتخاطب مع هذه الجماعات بحيث نعرف عن وضعيتهم، لأنه حقيقة كثير من الأهالي يسألون عن مصير ذويهم سواء كانوا مدنيين أو كانوا عسكريين من الجرحى إلى غير ذلك. وبالتالي بغض النظر عن وضعهم تحت الإقامة الجبرية من عدمها، اليوم مسؤولية الحوثي مسؤولي الجماعة الحوثي مسؤولية كاملة عن كافة السكان في العاصمة صنعاء، عن كافة المعتقلين، عن كافة المغيبين، عن كافة الجرحى، هي مسؤولة سواء وزراء المؤتمر الشعبي العام، قيادة المؤتمر الشعبي العام، سواء القيادة العليا أو القيادة الوسطى أو القيادة الدنيا، مسؤولة عن حماية ممتلكاتهم، مسؤولة عن حماية ذويهم. بغض النظر عن ما نتوقع في المستقبل، هذه لا تستطيع جماعة الحوثي اليوم أن تتمرد أو تنفك من القانون الدولي، لأن القانون الدولي يسري على الجميع حتى ولو كانت ميليشيا ما دامت هي اليوم أصبحت سلطة أمر واقع في العاصمة صنعاء. نعم، إذا يعني لو تحدثنا أستاذ توفيق، يعني أنت كتبت أن الحوثيين أكبر الخاسرين بمقتل علي عبد الله صالح، هل وضحت لنا لماذا؟ كنت أتمنى لا أدخل في الجانب السياسي، لكن نعتقد أن علي عبد الله صالح شكل خلال المرحلة الماضية لافتة سياسية مقبولة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وبالتالي لم يأتي مبعوثا أمميا أو مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إلا وكان لديه خطاب واضح مع علي عبد الله صالح. اليوم جماعة الحوثي هي في مأزق، إن لا تستطيع اليوم أن تتحرك خارجيا بدون لافتة سياسية لديها باع طويل في السياسة مثل المؤتمر الشعبي العام، ولذلك هي تحاول اليوم أن توجد المؤتمر الشعبي العام بالصيغة التي تتمناها هي. لكن نعتقد اليوم أن الخسارة ستكون كبيرة سواء خسارة الاصطفاف الداخلي أو الخسارة السياسية، هنالك خسارة بلا شك، وهذا واضح اليوم من حالة الإرباك التي يعيشونها في صنعاء. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ توفيق يعني أن نذهب لهذا الفاصل القصير أنت والسادة المشاهدين ثم نعود إليك.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك مره اخرى استاذ توفيق. ولو سالتك استاذ توفيق بالنسبه للمنظمات الدوليه وبيانات بعض التي يعني المنظمات التي اصدرت بيانات ركيكه ربما لا تعبر عما يحدث في اليمن ولا يوجد لديها موقف واضح، وهناك من يتساءل ايضا يعني لما توقفت كل الضغوط الدوليه على الميليشيا ويتم متابعه الامر وكان لا شيء يعني هم. هو حقيقة أنا لا أستطيع أن أتحدث بشكل وعلى لسان هذه المنظمات، لكن من خلال تواصلنا مع بعض المنظمات كان لديهم رؤية بأنه هنالك أخبار تأتي من العاصمة صنعاء، لديهم معلومات كثيفة بهذا النص لكنها لم يستطيعوا أن يتحققوا منها عن طريق الأهالي أو عن طريق الشهود، وبالتالي هم ينتظرون فرصة مناسبة للتحقيق منها حتى يصدروا بيان واضح بمثل هذه الانتهاكات مصداقيتها وفق المنهجية التي يتبعونها. المجتمع الدولي اليوم للأسف الشديد هو الذي المفروض يقف خلف القرار 2216، اليوم هو ساقط أخلاقيا أمام ما يحدث في صنعاء. رأينا موقف ركيك بعد إحاطة ولد الشيخ في مجلس الأمن عما يحدث في العاصمة صنعاء. أنا أعتقد أن اليوم جماعة الحوثي وحلفائها في المنطقة يتحركون باستراتيجية واضحة وذكية، لأن العالم اليوم منشغل في أكثر من جبهة ولا يمكن لهذا العالم أن يضغط عليهم بصورة واضحة، إضافة إلى أن هنالك ربما تحالفات غير واضحة وتشبيكات مع لوبيهات موجودة هنا وهناك هي التي تخفف الضغط عليهم، لأنه لا يمكن تفسير موقف مثل هذا الموقف إلا في ظل هذا الأمر. إضافة أنا أعتقد إلى أن هنالك قصور في السياسة الخارجية للحكومة الشرعية، للأسف الشديد إبان حمل الاقتتال في العاصمة صنعاء لم نرى حتى دعوة واحدة من وزارة الخارجية اليمنية لمجلس الأمن وحتى لجامعة الدول العربية للانعقاد من أجل إنقاذ المدنيين العالقين في صنعاء، لأنهم في النهاية هي مسؤولية الحكومة الشرعية المعترف بها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك لم نرى أي بيان واضح في مثل هذا الأمر. وللأسف الشديد أنا أعتقد أن هنالك قصور واضح جدا في مثل هذا الأمر على الذي أدى بنا إلى مثل هذه الأمور. نعم، أعود إليك أستاذ توفيق، نحن نتحدث عن يعني دور الحكومة فيما يحدث، ولكن بعد أن ينضم إلينا الناشط السياسي علي الشريف عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مرحبا. من الرباط عفوا. من الرباط. نعم من الرباط. نعم أستاذ علي، يعني كتبت حضرتك كتبت في يعني صفحتك على الفيسبوك أن الحوثي أصبح نظاما مافويا يشبه الحرس الثوري الإيراني، وأنهم قاموا بعمل ممنهج وخطير في غسل أدمغة ضباط الحرس الجمهوري الذين خانوا صالح. هل فعلا استطاع الحوثي أن يطغى على فكرة الولاء للدولة أو حتى للمخلوع بهذه السهولة؟ الحقيقة أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة نحن كنا نسمع منذ فترة يعني ممارسات وسياسات تتخذها هذه الميليشيات وهذه الجماعة المتمردة من أخذ للأطفال، من محاولة تغيير قناعات وأدلجة، ولكن الأحداث الأخيرة بعد مقتل علي عبد الله صالح كشفت عن دور خطير وكبير جدا في عملية تغيير القناعات، لأن الناس كانوا ينظرون للحرس الجمهوري أنه يعني مكون عسكري كبير جدا. يعني كيف لهذا المكون في لحظة يعني أن يتخلى عن من أسسه وأن يصبح ولاءه لهذه الميليشيات؟ هذا أمر خطير يتطلب الوقوف عليه، يجب أن نقف أمامها يعني ممارسات، يجب يعني أن ندرك خطر هذه الميليشيات وأن الزمن ليس في صالحنا. هذه الميليشيات تتحرك ككرة النار، بدأت من دماج وهي صغيرة جدا، كان مجموعة من الطلاب محاصرين لها 3 شهور، والآن أصبحت وفقا لخبراء يعني من لبنان وخبراء عراقيين وإيرانيين تطور من مهاراتها ومن قدراتها العسكرية
وقدراتها يعني ايضا الايديولوجيه في تغيير قناعات الناس. ايضا حاجه الناس غياب البديل بالمشهد السياسي يجعل الناس يشعرون بالاحباط. ايضا ما حدث من مقتل لعلي عبد الله صالح، هذا الموضوع ايضا يبث الرعب ويجعل الناس اكثر استسلاما اذا لم يكن هناك بديل ياتي ليغطي هذا الفراغ. نعم. اذا يعني التساؤل يعني هذه قضايا مهمه جدا يجب الوقوف عليها. انا اعتقد ان الامور مهيئه للحسم العسكري. ما الذي يؤخرها اذا استاذ علي؟ ما الذي يؤخرها؟ يعني تريد فقط اراده سياسيه. الإرادة السياسية، طيب الإرادة السياسية ألم تتحدث أكثر من مرة أن هناك خطوة جادة للحاسم وأننا سنقوم بذلك، ولكن الناس ينتظرون وربما يعني كلما طال الأمد ازدادت سيطرة الميليشيا على الوضع في صنعاء بترهيب الناس وتخويفهم. حتى لابد أن نكون واضحين، لابد أن نكون واضحين وصريحين. الأشقاء في التحالف العربي هم الذين يعني بيدهم القرار في هذا الامر، وهذا للاسف الشديد امر يكرس يعني هو سبب من اسباب الالتفاف، اذا جاز التعبير، الالتفاف النسبي الشعبي حول الميليشيات هذه، انه بسبب تدخل الاشقاء. يجب ان يترك المجال للشرعيه، للجيش الوطني، للمقاومه. يجب ان ندرك ان الامر خطير. الاخوه في التحالف يجب ان يعلمون ان الامر بات خطيرا وان الملف اليمني لم يعد يحتمل التلاعب به. نعم. يجب ان نحن بين خيارين، اما ان نقبل بالشرعيه وبالمكونات وقوه التغيير، اما ان يقبل الاخوه في الخليج بقوه التغيير، او ان يكون البديل هو الحوثي الذراع اليمني. نعم. في المنطقه ربما استاذ علي اذا سمحت لي، يعني يبرر الاستاذ علي عبد العزيز الجباري نائب رئيس الوزراء بان التحالف يخشى من ان تمت يعني السيطره على الوضع في اليمن عسكريا من يعني ظهور الاصلاح وامساكه بالامور، يعني هل هذا سبب كافي لتاخير مسألة التحرير، التخوف من شبح ما، ويعني أن نظل نتفرج على العدو الظاهر الحقيقي أمامنا؟ للأشقاء دور كبير لا ينكر، ونحن نشكرهم وفي الأدوار التي يقومون بها، لكن ليس سرا أن هذه الدول وهؤلاء الأشقاء لديهم توجسات من الربيع العربي وما افرزه من قوى تغيير ومن تحولات. هذا التوجس يجب ان يزول، لابد من المكاشفه والمطارحه وفتح باب للحوار صريح وواضح. فاليمن والمنطقه والخليج بات يعني الامر يعني خطير يهدد الجميع. بتنا في سفينه واحده، لابد ان نكون صرحاء مع بعضنا البعض، ولا بد أن نقبل ببعضنا البعض، لابد أن يقتنعوا الأخوة في الخليج بأن قوة التغيير والشرعية والرئيس هذه ليسوا يعني إلا جزء مكمل لهم، وهم يعني أشقاء لهم، وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة ولا يوجد أي اختلاف. الآن الأوان لإزالة هذا الأمر ولطرح الأمور بشبابية. يجب ان نتوقف، التلاعب بهذا الملف لم يعد امرا قابل. نعم. للاستمرار. نعم. الامر خطير، كرة النار ستلتهم الجميع. هذه يعني وجهة نظري في الموضوع. نعم استاذ علي، يعني سؤال اخير انت كرمت، ما الذي سيترتب عليه استمرار الحال كما هو عليه الان؟ يعني تاخر في مساله الحسم العسكري، سيطره كبرى لمفاصل الدوله من قبل الحوثي، والتهام ما يمكن التهامه بالقمع والترهيب، ما الذي يمكن ان يحدث خلال الايام القادمه برايك؟ عندي سؤال، لم أسمع السؤال جيدا. أود أن أسألك، ما الذي سيترتب عليه استمرار الحال كما هو عليه الآن في ظل كل المعطيات؟ يعني تأخر في مسألة الحسم العسكري، سيطرة الحوثيين على البلاد بصورة مرعبة، تخويف الناس وترهيبهم بالقمع والاستبداد وأيضا التشريد والتخويف. التأخير سيؤدي إلى تجذر وتمكن الحوثي، وأخشى من التدخلات الدولية في فرض وجود الحوثي بشكل
يعني لم يعد بالإمكان إزاحته. نعم. لابد أن يدرك الجميع هذا الموضوع بما فيهم الشرعية والتحالف ودول التحالف. هذا كيان غير شرعي لا يجب إعطاءه فرصة. الوضع يعني الاستمرار في هذه الحالة يعني قد لا يتنبأ يعني الناس بما يمكن أن يحدث. هناك تصفيات تحدث للأخوة في المؤتمر الشعبي الآن بعد مقتل علي عبد الله صالح، هناك اعتقالات، هناك عملية تركيع، هناك عملية انهيار رعب كبير. لابد من إيقاف هذا الرعب. الناس لديهم فقدان للثقة بسبب أنه المشهد يكاد أن يخلو من أي بدائل أخرى. نعم، إذا شكرا. يعني نرى أنه التحرك لابد أن يكون يعني سريع، وهذا أمر ضروري. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ علي الشريف الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، قبل الهاتف كنت تتحدث عن موقف الشرعية أو دور الشرعية، كيف تقيم أنت موقف الشرعية مما حدث؟ صدر بيان لرئيس الجمهورية، صدرت بيانات وتحدثت عن المدنيين، هل تجد أن كل ذلك غير كافي؟ لا، نحن نعتقد أن بيان أو خطاب غير كافي. اليوم لابد من حركات دبلوماسية نشطة. مثل ماذا؟ بمعنى لدى السفارات، لدى الدول، لدى المجتمع الدولي، لابد أن يكون هنالك خطاب موجه وممنهج. لابد أن يطلع العالم على ما يحدث في صنعاء. اليوم العالم يقرب، بمعنى يجب التدقيق في صياغة الخطاب، في اختيار الشخصيات التي يجب التخاطب معها، اختيار القنوات، تحرك نشط لدى الدول إلى غير ذلك، حضور الاجتماعات المؤثرة في العالم إلى غير ذلك. هذا يحتاج، وهذه وظيفة السفارات وإقامة الندوات إلى غير ذلك. أيضا لابد أن يكون هنالك قرارات واضحة على الأرض. كما ذكر الأخ الكريم، أنا أعتقد أن اليوم كان الناس مهيئين في كل اليمن، ربما العاصمة صنعاء إلى غير ذلك، كانت مهيئة لاتخاذ قرارات جدية وقوية وواضحة في سبيل استعادة الشرعية وإنهاء المعاناة لليمن بشكل عام. لكن للأسف الشديد اليوم أنا كتبت منشور قلت بكل وضوح إن اليمن تفتقد للقيادة التاريخية. اليوم نحن نحتاج إلى لحظة إبداع سياسي، بمعنى اليوم السياسة الروتينية المملة تفقد الناس الثقة، خاصة بعد حالة الترويع التي شهدت العاصمة صنعاء بمقتل الرئيس اليمني، وهي رسالة وجهت من قبل جماعة الحوثي لكل مواطن أو قام في اليمن يمكن أن تتمرد عليهم. وبالتالي اليوم يجب أن تكون هنالك حالة إبداع سياسي على الأرض من قبل الشرعية تعيد الثقة للناس، وبالتالي تبشرهم بأنها قادرة على أن تستعيد بسط سيطرتها على الأرض بأكملها. بهذا الشكل الخجول أنا أعتقد أن الأمور هي لصالح الحوثي أكثر ما تكون لصالح الشرعية. نعم، إذن أستاذ توفيق، أيضا بعد حجب وسائل التواصل وقطع الإنترنت على المواطنين في الداخل، هناك من يتحدث عن دور لابد أن تقوم به الحكومة بهذا الشأن، ما هو برأيك؟ أعيد السؤال لو سمحت. بالنسبة لقطع وسائل التواصل، الإنترنت، حجب صنعاء بهذا الشكل، يعني هناك من يتحدث يعني مثلا مسألة تتعلق بنقل الاتصالات، إنشاء بنية معلوماتية في المناطق المحررة حتى لا تظل مسألة شبكة الاتصالات بيد الحوثيين، ويعني يحدث تعتيم تام للوضع الإنساني والميداني في العاصمة. ما رأيك؟ هل يعني كان يعني هل هذه من يفترض أن تكون من أولويات الحكومة؟ هو بلا شك في أي معركة من المعارك أو في أي منازلة من المنازلات الكلمة الإعلامية والوسيلة الإعلامية تمثل نصف المعركة. جماعة الحوثي مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يعني أنهت معركتها مع قناة اليمن اليوم قبل أن تنهي معركتها مع الرئيس اليمني، أغلقت كافة المنافذ للتواصل مع الخارج، وبالتالي بدأت
هي التي توجه سير المعركة إعلاميا ونفسيا وفكريا إلى غير ذلك. اليوم هنالك هم مدركين لهذا الأمر. اليوم قناة المسيرة فتحت إلى جوارها المسيرة مباشر، بمعنى هم مدركين ماذا يريدون. اليوم هذا الأمر أيضا ينطبق على الحكومة الشرعية، بمعنى اليوم يجب على الحكومة الشرعية أن توفر البدائل لفك حالة الاحتكار الموجودة داخل عاصمة صنعاء، بمعنى أنها تفتح متنفسات، تفتح قنوات بحيث الناس يستطيعون أن يتواصلوا، يتحركوا، ينقلوا المعلومة إلى غير ذلك. وبالتالي هذه أيضا من أسباب القصور للأسف الشديد التي نتحدث عنها، القصور على المستوى الخارجي، على المستوى الإعلامي في صياغة خطاب يرتقي مع المرحلة، على وسائل الاتصالات إلى غير ذلك. طبعا هذه مسؤولية، لأنه هذا ألف باء في أي معركة، لا يحتاج إلى توجيه ولا إلى نصائح. اليوم الناس أو الدول الكبرى تشتري لقنات تسويق لسمعتها بملايين، بل بملايين لقنات متخصصة، فما بالك في ظل معركة قائمة يعتبرها الطرفان معركة وجود. نعم، إذن أستاذ توفيق، بعد مقتل علي صالح ما هي السيناريوهات المحتملة للبلد؟ أنا برأيي اثنين سيناريوهات لا ثالث لهما. إما أن ينجح اصطفاف قوي تحققه الحكومة الشرعية للدخول العاصمة صنعاء، أو يبدأ العصر الذهبي للحوثيين، لا خلاف حوله، لا أعتقد لا توجد أكثر من هذا السيناريو. نعم، إذن يعني لو تحدثنا أخيرا أستاذ توفيق، يعني عن أنت بداية الحديث تحدثت عن تواصلتم مع منظمات المجتمع الدولي وحاولتم يعني دعوتهم للنظر لما يحدث في اليمن، هل كان هناك تجاوب كبير بحجم ما يحدث في البلد، أم أن الناس مشغولون بأمور أخرى واليمن آخر اهتماماتهم إن لم تهتم بها الحكومة الشرعية؟ لا، نحن وجدنا حقيقة لديهم اطلاع، لديهم معلومات، المنظمات لديها ضخ من أطراف متعددة، وبالتالي هم واقفين في حيرة. طبعا موقفهم من الوضع الإنساني ربما يكون يعني حسن بدرجة أساسية، يدعو الأطراف إلى تجنب المدنيين إلى 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 آخره، لكن في قضية التحقيق من نوعية الانتهاكات، الاعتقالات، التصفيات، النهب إلى غير ذلك، هم بحسب المناقشات معهم بحاجة إلى تحقيق وإلى اطلاع، وهم مدركين أن هنالك خوف شديد الناس بحيث لم يستطيعوا أن يتحدثوا بصورة علنية إليهم لتثبيت كل هذه الشهادات وإصدارها في تقرير واضح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. وشكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ علي الشريف الناشط السياسي من الرباط، والأستاذ علي السراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من القاهرة، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.